بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من جديد ليكونومي لورغانيزاسيون دي زونتربريز. إذا رأينا في المسابق لا بروميير بارتي استراتيجي اي كروسونس، إذا رأينا استراتيجية و ثم النمو. إذا رأينا شابيتر 1 نوسيون دو استراتيجي، نوسيون دو استراتيجي مفهوم استراتيجية. إذا كما قلنا لا نيسيسيتي دون استراتيجي بور لونتربريز، اذا ضرورة الاستراتيجية للمقاولة، أي مقاولة يكون من الضروري جدا أن تكون لها استراتيجية. ميز أون سيتياسيون، ميز أون سيتياسيون نيميرو أن، دوكيمون نيميرو أن. لا نيسيسيتي دو ليلابوغاسيون دون استراتيجي بور لونتربريز، لا نيسيسيتي دو ليلابوغاسيون دون استراتيجي بور لونتربريز، اذا ضرورة ليلابوغاسيون تهيئ دين استراتيجي بور لونتربريز، لاستراتيجية لمقاولة. بوغ كيل بويس فير فاس او ديفي دو سون انفيرونمون، اذا حتى تواجه تحديات بيئتها. باغ اكزومبل اون سيتي فورت كونكورونس، بروغري تكنيك، موندياليزاسيون، شونجمون كليماتيك، بروبليم دينيرجي. اذا عندنا هاد التحديات طبعا، اي بيان سور اليون دوطخ، اذا هناك تحديات اخرى. اذا كما قلنا فورت كونكورونس، هناك منافسه قويه، مجال اقتصادي طبعا هو مجال تكون في منافسه قويه بين الشركات. ثم بروغري تكنيك، اذا طبعا هذه المنافسه يدخل فيها لو بروغري تكنيك، اذا التطور التقني. موندياليزاسيون، هناك تحدي العولمة. شانجمون كليماتيك، شانجمون كليماتيك هناك تحدي تغير المناخ، تغير المناخي. بروبليم دينيرجي، ثم هناك مشاكل الطاقة. Et pour assurer sa survie, et son développement dans un univers concurrentiel, إذن حتى تؤمن كما نقول استمراريتها et son développement ثم تطورها dans un univers concurrentiel، إذن في واحد العالم، في واحد العالم كما نقول، أو في كون المقصود هنا في بيئة كونكورونسيال، أنها تنافسية، إيشانجون، إيشانجون، وأنها متغيرة، كي إكزيج شنو؟ ديزادابتاسيون، كما نقول تأقلمات، كي إكزيج ديزادابتاسيون التي تستلزم تأقلمات، إي ديزينوفاسيون، ثم تستلزم إبتكارات، ثم تستلزم إبتكارات لمواجهة التحديات التي ذكرنا منها طبعا هاد الأمور. إذا طبعا الشركة عليها أن تؤمن حياتها ثم تطورها في هذه البيئة المليئة بالمنافسة والمتغيرة طبعا. إذا يتطلب هذا ديزادابتاسيون، ديزادابتاسيون، إذا هناك تأقلمات ديزينوفاسيون ثم ابتكارات. إذا على الشركة، على المقاولة أن تبتكر ثم تتأقلم مع كل أوضاع المستجدة. لونتربريز دو ديسبوزي دي فيزيون استراتيجيك، المقاولة يتوجب عليها أن تمتلك رؤية استراتيجية، إيلابوغي دي استراتيجي، ثم أن توجد استراتيجيات أون كونفورميتي أفيك سون أكتيفيتي إي سي روسورس، تكون متوافقة مع نشاطاتها ثم مصادرها. ترافاي أفيغ، عمل، ترافاي أفيغ للإنجاز، عمل للإنجاز. Comment se caractérise l'environnement actuel des entreprises ? Et donc, comment se caractérise l'environnement actuel des entreprises ? Et donc, nous parlons de l'environnement actuel, nous parlons de l'environnement depuis 50 ans ou depuis un siècle. Et donc, nous parlons de comment se caractérise l'environnement actuel des entreprises pour les contrats. طبعا ذكرنا بأن الجواب لونفيرونمون اكتويل دي زونتربريز ايت ان انفيرونمون شونجون. إذا البيئة الحالية للشركات، البيئة الحالية للمقاولات ايت ان انفيرونمون، إذا هي بيئة شونجون، متغيرة، متقلبة. كي سو كاركتيريز باغ اون فورت كونكورونس، التي تتميز ب باغ اون فورت كونكورونس، تتميز ب قوة المواجهة، بمنافسة قوية. دي بروغري تكنيك،
للتطور التقني، منافسة قوية في التقدم التقني، لا مونديالايزاسيون، ثم منافسة قوية فيما يخص لا مونديالايزاسيون فيما يخص العولمة، ثم لي شونجمون كليماتيك، ثم هناك التغيير المناخي أو التغيرات المناخية كما عندنا هنا، ثم هناك لي بروبليم دينيرجي، لي بروبليم دينيرجي، ثم هناك مشاكل الطاقة، الطاقة. إذا طبعا هناك مشاكل أخرى طبعا وتحديات أخرى. Pour la deuxième question, comment une entreprise peut-elle atteindre, comment une entreprise peut-elle atteindre ses propres objectifs dans un tel environnement? طبعا ذكرنا فيما سبق بأن البيئة الحالية للمقاولات تتميز بمجموعة تحديات وذكرناها. الآن comment une entreprise peut-elle atteindre, إذا كيف لمقاولة peut-elle atteindre يمكنها أن تصل أو تنجز ses propres objectifs أهدافها الخاصة dans un tel environnement في بيئة كذلك، في بيئة كذلك بالشكل الذي وصفنا. قلنا عنها بأنها تتميز بمجموعة تحديات، إذا نتكلم هنا عن بيئة بتلك التحديات. إذا كيف للشركة أن تنجز أهدافها الخاصة في بيئة كذلك dans un tel environnement. tel كما نقول كذلك بالشكل الذي ذكرنا بدون أن نكرر كيف هي هذه البيئة، لأننا وصفناها من خلال الإجابة عن السؤال الأول. إذا رأينا l'entreprise doit s'adapter avec l'environnement dont elle fait partie intégrante en adoptant une vision stratégique et en élaborant des stratégies en conformité avec son activité et ses ressources. L'entreprise doit s'adapter. إذن l'entreprise doit s'adapter. إذن نتكلم عن المقاول بأنه يتوجب عليه أن تتأقلم avec l'environnement، مع البيئة، مع البيئة dont elle fait partie intégrante، كما نقول التي تنتمي لها بشكل مدمج، أنها تنتمي لهذه البيئة. On adoptant، إذا طبعا ستتأقلم مع هذه البيئة. On adoptant، On adoptant، طبعا نتكلم هنا على الفيرب adopter. adopter يعني أنك تتبنى شيئا، تتبنى طفلا، adopter un enfant، تجعله كأنه ابنك فتربيه. adopter un enfant، adopter une idée، une idée، أنك تتبنى فكرة، يعني أنك تأخذها كأن فكرتك. On adoptant une vision، بتبني رؤية استراتيجيك، بتبني رؤية استراتيجية. المقاولة يتوجب عليه أن تتأقلم مع البيئة، كيف لها أن تتأقلم مع البيئة؟ On adoptant une vision stratégique، بتبني رؤية، رؤية كيف هي؟ استراتيجية. Et en élaborant des stratégies، ثم بإنجاز أو بإيجاد استراتيجيات en conformité avec son activité et ses ressources، يعني متوافقة مع نشاطاتها ومع مصادرها. Elle doit savoir où est-ce qu'elle veut aller et comment elle compte y parvenir. Elle doit savoir، إذا طبعا المقاولة doit savoir، يتوجب عليه أن تعرف، طبعا savoir مقصود به عرفة. Elle doit savoir، يتوجب عليه أن تعرف où est-ce qu'elle veut aller، إلى أين، إلى أين هي تريد، إلى أين هي تريد أن تسير، فين باغا تمشي. Elle doit savoir où est-ce qu'elle veut aller، إذا عليها أن تعرف إلى أين هي تريد أن تسير، إذا هي خاصة تعرف فين باغا هي تمشي. Où est-ce qu'elle veut aller et comment elle compte y parvenir، وكيف هي تحسب y parvenir لتصله، لتصله. إذا طبعا هي بغات تمشي لواحد البلاصة. اي كومون إل كونتي بارفونيغ، وكيف هي تحسب لتصل هذا المكان، المقصود هي وكيف تفكر للوصول إلى هذا المكان. الحمد لله. إذا هذه الشركة خاصها تعرف فين بغات تمشي، المقصود هنا إلى أي هدف تريد أن تتوجه، وعندما تحدد الهدف تقول لنا اي كومون إل كونتي بارفونيغ، وكيف لها هي تحسب، المقصود هي كيف تفكر لتصله. غتقول لنا شنو هما الطرق اللي غتستعمل باش توصل ديك البلاصه، باش توصل لهذاك الهدف. بي لا نوسيون دو لا ستراتيجي دونتربريز،
لا نوسيون دو لا استراتيجي دونتربريز. اذا نتكلم عن مفهوم استراتيجيات المقاوله، خاصنا نعرفوا شنو هو المفهوم ديال هاد لا استراتيجي. ميزون سيتياسيون نيميرو 1 دوكيمون نيميرو 2. اذا ميز اون سيتياسيون نيميرو 1 دوكيمون نيميرو 2. اذا لازلنا مع لا ميز اون سيتياسيون نيميرو 1. الان غنشوفوا دوكيمون نيميرو 2. اذا غنشوفوا الوثيقه الثانيه. كيسكو استراتيجي، اذا ما معنى كلمه استراتيجي؟ كيسكو استراتيجي، لا استراتيجي اي لونسومبل دي كيسيون كي كونسيرن لو استراتيج. اذا لا استراتيجي اي لونسومبل، هي مجموع، مجموع شنو؟ دي كيسيون، مجموع المسائل كي كونسيرن لو استراتيج التي تهم، طبعا لو فيرب كونسيرن المقصود بها همه، كي كونسيرن لو استراتيج. إذا نتكلم عن مجموع المسائل التي تهم الاستراتيج. الاستراتيج يعني الاستراتيجي، نتكلم عن شخص مكلف بهذه الاستراتيجية. ممكن أنني أطرح عليك مسألة فتقول لي سانو مو كونسيرن با، هذا لا يهمني. نتكلم عن لو فيرب كونسيرني، سانو مو كونسيرن با هذا لا يهمني، بلا ما تذكر لي هذا الموضوع، فهمتي؟ هذا ما تهمنيش. إذا نتكلم عن لو فيرب كونسيرني، الاستراتيجي هي لونسومبل دي كيستيون كي كونسيرن الاستراتيج. إذا الاستراتيجية هي مجموع المسائل التي تهم الاستراتيجي. غنشوفوا شنو هي المعنى ديال الاستراتيجي. سمو ديزين، هذه الكلمة تعني، هذه الكلمة تعني لو جينيرال على تيت دو سون ارمي، وهي في الحقيقة تعني هذا الأمر. تنتكلموا على اللواء على تيت، تنتكلموا على واحد جينيرال على تيت، على رأس، يعني أنه يقود. شنو تيقود؟ دو سون ارمي، على رأس جيشه. إذا تنتكلم على واحد جنرال تيقود واحد الجيش في المعركة، هذا هو الاستراتيج. لو غوفيرنور على تيت ديال بروفانس، أو نتكلم عن عامل على تيت، على رأس ديال بروفانس، على رأس ديال بروفانس، على رأس عامل، على رأس إقليم، على رأس إقليم. طبعا كل إقليم إقليم تيكون على رأسه شكون؟ عامل. عامل يسمى ماذا؟ يسمى لو غوفيرنور، يسمى لو غوفيرنور. إذا لو غوفيرنور على تيت دون بروفانس، إذا نتكلم عن عامل على رأس إقليم. إقليم. والعمالة شنو نسموها؟ لا بريفيكتور، لا بريفيكتور، يعني العمالة. إي باغ أنالوجي، وقياسا على ذلك، حنا دابا ذكرنا الجيش تيكون على رأسه شكون؟ جنرال. وذكرنا الاقليم تيكون على راسه شكون؟ لو غوفيرنور، العامل. اي باغ انالوجي، وقياسا على ذلك، لو ديريجون ا لا تيت دو لونتربريز. اي باغ انالوجي، وقياسا على ذلك، لو ديريجون ا لا تيت دو لونتربريز، المسير ا لا تيت دو لونتربريز، على راس شنو؟ على راس المقاوله. اذا فكذلك المسير على رأس المقاولة يسمى لو استراتيج، لو استراتيج، تماما كالجنرال على رأس الجيش، وتماما كالعامل على رأس العمالة أو على رأس الإقليم كما عندنا هنا. دونز اون انتربريز، إذا في شركة، في مقاولة، إذا على رأس مقاولة، إلى إيفيكاس دو كونسونتر لو بوفوار دو ديسيزيون ليجيتيم تكون الإفكاس دو كونفي لا كوندويت دين أوتوموبيل أ إن سول بيرسون إي نو أ تو سي زوكيبون سيمولتانيمون. في شركة دون زون أونتربريز، إذا في واحد المقاولة إلي إفكاس. طبعا نقول عن شيء يبان إفكاس يعني أنه ناجح، إلي إفكاس. إذا نقول عن شيء يبان إفكاس يعني أنه ناجح. إذا هو ناجح، شنو هو اللي ناجح؟ دو كونسونتخي لو بوفوار بتكديسي شنو غنكدسو؟ لو بوفوار السلطة، غنكدسو السلطة. دو ديسيزيون سلطة، دو ديسيزيون ليجيتيم، إذا سلطات هاش اللي غنكدسوها حنا؟ غنجمعو القانون، القرار، القرار القانوني أو القرار القضائي، القرار الشرعي. طبعا نتكلم عن ديسيزيون، إذا نتكلم عن القرار. بخوندغ لا ديسيزيون يعني أنك تأخذ قرارا. الفعل شنو هو؟ أنك تقرر، قرر، فعل قرر هو ديسيدي، ديسيدي.
إذن هي اللي عندها علاقة بلا ديسيزيون يعني القرار. إذن هنا تنتكلموا على إلي إيفيكاس دو كونسونتخي لو بوفوار دو ديسيزيون ليجيتيم، يعني أنه من الناجع من المهم أو من الأفيد شنو هو اللي فيه الفائدة أكثر؟ دو كونسونتخي لو بوفوار دو ديسيزيون ليجيتيم إلي إيفيكاس دو كونسونتخي لو بوفوار دو ديسيزيون ليجيتيم، إذن هو من الأنجع أن تجمع سلطة القرار الشرعية. علاش الشرعية؟ علاش نسموها شرعية؟ لأننا غنتكلمو هنا على واحد الشخص كل المسؤولين أنهم أعطوه الشرعية باش ياخذ القرارات، فهمت ولا لا؟ إذا الناس ديال ديك الشركة كلهم متفقين على واحد الشخص هو اللي غياخذ القرارات النهائية كما نقول. إذا نسمى ليجيتيم أنها قانونية أو أنها شرعية. التجربة أثبتت بأن سلطة القرارات الشرعية خاصة تجمع في إيد شخص واحد تكون إلي إفيكاس تماما كما هو ناجع تماما كما هو أفيد. شنو اللي أفيد هنا؟ دو كونفي لا كوندويت تماما كما هو أفيد أن تعهد أن تعهد لا كوندويت. تكلم عن مقود دين أوتوموبيل مقود السيارة أون سول بيغسون. إذا نتكلم هنا عن إعهاد هذا المقود الخاص بالسيارة لشخص واحد. الفورنة ديال السيارة ميمكنش يشدو مجموعة ديال الناس اللي تيملكو هاد السيارة. الناس اللي تيملكو هاد السيارة ميمكنهمش كلهم يسوقو السيارة دفعة واحدة، بل أنهم يعهدون بهذا المقود إلى شخص منهم يثقون فيه، يعرفون بأنه ماهر في السياقة. فكذلك الشركة فمن الأفيد أن تعطى السلطات الخاصة بالقرارات المهمة أو القرارات الأخيرة إلى شخص واحد بارع في تسيير الشركة. إلى إيفيكاس دو كونسونتخي لو بوفوار دو ديسيزيون ليجيتيم تكون إلى إيفيكاس دو كونفي لا كوندويت دين أوتوموبيل أ إن سول بيغسون أ إن سول بيغسون إي نو أ تو سي زوكيبون، وليس لكل مالكيها لمالك السيارة. سيمولتانيمون في نفس الوقت، سيمولتانيمون المقصود بها في نفس الوقت، المقصود هنا تزامنا. أحيانا نتكلم عن لا سيمولتانيتي، إذا نتكلم عن التزامن لا سيمولتانيتي ديزاكسيون، إذا نتكلم عن تزامن الأفعال، أفعال تقع في نفس الوقت. إذا نقول عنها بأنها سوسون ديزاكسيون سيمولتاني، يعني أنها أفعال متزامنة، نقول عنها بأنها سيمولتاني. إذا هنا نتكلم عن سيمولتانيمون بشكل متزامن. ممكن ليناش نعطيو تسير السيارة مقود السيارة لمجموعة أشخاص يملكون هذه السيارة فيسوقونها دفعة واحدة، فيسوقونها في نفس الوقت هذا المقود إلى شخص واحد. فكذلك الشركة علينا أن نعطي سلطاتها لشخص واحد. نتكلم هنا عن السلطات الخاصة بالقرارات، قرارات ليجيتيم القانونية، يعني ما تكونش متسلطة. ما تنتكلموش على واحد الشخص ينوض يفرض راسه على الآخرين ويبدأ يعطي في القرارات. إذا طبعا نتكلم هنا عن شخص يثق فيه بقية الأشخاص فيوكلون له بهذه المهمة. ثم عندنا لا فونكسيون استراتيجيك اي دونك اون فونكسيون بارتيكولييغ، نتكلم على الوظيفة الاستراتيجية. اي دونك إذا هي إذن اون فونكسيون بارتيكولييغ، هي وظيفة خاصة سبيسيال سبيسيال، أنها مختصة بشخص. اي امبورطونت سون دوت، وأنها مهمة بدون شك. إذا طبعا هاد لا فونكسيون استراتيجيك، هاد الدور الاستراتيجي أو الوظيفة الاستراتيجية، كاينة واحد الوظيفة خاصة بالاستراتيجية غنعطيوها لواحد الشخص. إذا نتكلم عن هاد الوظيفة اي دونك اون فونكسيون بارتيكولييغ، إذا هي واحد الوظيفة خاصة ميمكنش نعطيوها لأي شخص، بل تنعطيوها لذاك السيد اللي تيقدر عليها. سبيسيال يعني مختصة، كما نقول بأنها مختصة بواحد الشخص معين. خاصة إت امبورتونت، وأنها مهمة سون دوت بدون شك، أكيد أنها مهمة. الشركة ملي غتاخد قرارات معينة ماشي بحال خسرت واحد لاماشين، إلا مشات تخسرت في واحد القرارات كبرى ماشي بحال خسرت ليها إن ماشين، ممكن أنها تخسر ليها ماشين وتعوضها بواحد التكلفة بسيطة، ولكن إلا خسرت واحد القرارات كبرى
في المسيره ديالها تقدر هذيك المقاوله انها تمشي بحالها. هاد الوظيفه الاستراتيجيه انها مهمه بدون شك. لي كاستيون استراتيجيك سون سيل كي ميريت لاتونسيون دو ديريجون كي غوليف دو سا سفير دو ريسبونسابيليتي بروبر سور لاكيل سا ديسيزيون ايت اتوندو. اذا لي كاستيون استراتيجيك نتكلم هنا عن المسائل الاستراتيجيه، كاع ديك المشاكل، كاع ديك العراقيل، كاع ديك التحديات طبعا اللي خاصه استراتيجيات خاصه باش الشركه تجاوزها. اذا طبعا هاد المسائل سون سيل كي ميريت، اذا هي تلك التي تستحق، طبعا لو فير ميريتي يعني فعل استحق، سون سيل كي ميريت هي تلك التي تستحق لاتونسيون دي ريجون، تستحق شنو؟ الحذر، تستحق الحذر من المسير، تستحق الانتباه من المسير، ماشي حيت الناس عطوه ديك المهمه ديال المسير. فهمتي؟ كوم استراتيج، كوم استراتيج يعني كاستراتيجي انه يعمل اللي بغى، بل على العكس خاصو يحس بالثقل ديال المسؤوليه. الحمد لله كي ميريت لاتونسيون دي ديريجون. اذا طبعا هاد المسائل انها تستحق انتباه المسير. علاش؟ لان لو مشات تخطا فيها ماشي بحال خطا بسيط كما ذكرنا، ان تخسر ايماشين او ان توقع واحد المشكله هنا او مشكله اخرى في الشركه، وطبعا هاد الشخص هذا تيمثل الشركه لان الناس اللي كاينين في الشركه وضعوا في الثقه ديالهم القرارات ديالو، تتعتبر قرارات ديال الشركه. اذا ما خاصوش ينوض ياخذ اي قرار الا ما كانش متاكد منه. الحمد لله كي غوليف. اذا نتكلم على هذه المسائل الاستراتيجيه قلنا بانها تستحق الانتباه الخاص بالمسير. كي غوليف او التي تاتي كي غوليف دو سا سفير دو ريسبونسابيليتي بروبر، كي غوليف دو سا سفير دو ريسبونسابيليتي بروبر التي تنبع من دائرتي مسؤوليتي الخاصه. هذه المسائل الاستراتيجيه اللي ممكن انه يقرر فيها هاد المسؤول هاد المسير. اذا هاد المسائل هي تنبع من دائرة مسؤوليته الخاصة سيغ لاكال والتي عليها، سيغ لاكال والتي عليها سا ديسيزيون اتوندي، قراره منتظر، قراره منتظر. اذا هاد السيد هذا مادام انه عنده فهم عميق لهاد الامور من خلال الاحساس ديالو بهذه المسؤوليه، فعلى هذه المسائل الاستراتيجيه التي هو يفهم فيها كثيرا ياتي قراره المنتظر. طبعا هذوك الناس ينتظروا منه قرار في واحد المسائل عالقه لانه هو الاكثر فيهم فهما لهذه الامور. علاش عطوه الدور؟ لانهم تاقوا فيه واعترفوا به بانه شخص يفهم في الامور، خاص يكون عنده الاحساس بالمسؤوليه. كيس كين استراتيجي، ما معنى استراتيجي؟ ما معنى الاستراتيجيه؟ استراتيجي ان انسومبل دي كيستيون كي كونسير لو استراتيج سومو ديزين لو جينيرال على تيت دو سون ارمي لو غوفرنور على تيت دون بروفانس اي بار انالوجي لو ديريجون على تيت دو لونتربريز دون اون انتربريز الي ايفيكاس دو كونسونتري لو بوفوار دو ديسيزيون ليجيتيم تو كوم الي ايفيكاس دو كونسونتري لا كوندويت دون اوتوموبيل ا ان سول بيرسون اي نو ا تو سيز اوكيبون سيمولتانيمون. La fonction stratégique est donc une fonction particulière, spéciale et importante sans doute. Les questions stratégiques sont celles qui méritent l'attention du dirigeant, qui relèvent de sa sphère de responsabilité propre sur lesquelles sa décision est attendue. إذا نستأنف فقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.